السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صفحة اسمها أدوب إكسبريس، اللي هي الصفحة ديت فيها إمكانيات كتيرة جدا. هنبدأ نشوف بس إزاي تعمل يوتيوب فيديو. لكن لو جيت هنا كرييت هتلاقي في حاجات كتير أوي، تقدر تعمل ستوري، تقدر تعمل منيو، تقدر تعمل كروت، تقدر تعمل فلاير، بيزنس كارد، كل الحاجات ديت. طيب هقول هنا أبص على أنهي تمبليت اللي أنا عايز أستخدمه. أي تمبليت يعجبك تقدر تقول له إديت ذيس تمبليت، تمام. خلينا مثلا في دوت، هو طبعا بيكتب لك اذا كان فري ولا مش فري. اللي موجودين دول كلهم فري. طيب هنقول له مثلا عايزين نستخدم التمبليت دوت. هتلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط. هو بيديك حاجه تقدر تغير صوره، تقدر تغير تكست، تلاقي الحاجه اللي انت عايزها جاهزه. تقدر طبعا تضيف من هنا اي تكست انت عايزه، تقدر تضيف element، تقدر تضيف جريد. لكن الاول شوف ايه اللي هو عامله الاول. سكيب تاور، تمام. هو عامل لك المشهد دوت، بيبدا يوريك المشهد وانت بقى ايه بتشوف ايه اللي انت عايز تكتبه، ايه اللي انت عايز تعمله. يعني مثلا الكلمه دي مثلا هتكتب مثلا سوب، مثلا سوب. هو الموقع بيدعم العربي، بيدعم العربي ماشي، لكن ممكن تحتاج ان انت مثلا الفونت يكون مش ماشي مع العربي، فاضطر ان انت تغير الفونت مثلا. تمام. تقدر بقى تشوف لو انت في كلمة عايز تشيلها، اي حاجة عايز تعدل فيها، تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز. طيب بعد كده ممكن تبدأ تقول له امشي شوية كمان شوف اذا كان هو هيعدي. لاحظ ان هو الكلام خد نفس الحركة بكل حاجة زي ما انت عايز، تمام. ممكن تيجي هنا وتقول له مثلا الف هنا ولا اسم المطعم اللي انت عايزه. مثلا تيجي هنا وتقول له الف هنا، تمام. اشغل بقى الحركة. زي ما انت شايف الموضوع سهل جدا وبسيط، وتقدر تضيف اي حاجه انت عايزها. وفي الاخر هتقول له لا اما شير لا اما داونلود، وتحمل الملف عندك.